رحب البيت الأبيض بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مشيدا بمصر لتوسطها في الاتفاق. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير في بيان إن المسؤولين الأمريكيين عملوا عن قرب مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى وقف الأعمال القتالية من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة الهدوء.